بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. حلقه جديده النهارده من الاستوديو التحليلي على قناتكم قناه النادي الاهلي، والنهارده هتكون ماتش مهم جدا 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 كعاده ماتشات النادي الاهلي قدام نادي انبي في الاسبوع ال30 للدوري الممتاز. طبعا هو ماتش مهم زي بقيه ماتشات النادي الاهلي كلها مهمه في الاوقات الحاسمه ديت اللي هي بتاعه حسم بطوله الدوري، وبعد نتيجه المباراه اللي فاتت او المباراتين اللي فاتوا لينا واحنا ونادي الزمالك. طبعا مطالبين الفتره اللي جايه دي كلها بقيه الماتشات كلها ان النادي الاهلي يحقق الفوز على امل ان نادي الزمالك يتعثر او يعني يتعادل المباراه يخسر المباراه، هو ده الامل. انما لازم احنا المباريات اللي جايه كلها مباريات كؤوس، كلها مباريات كؤوس. معلش هتقول لي احنا اللي حصل وكنا معلش احنا اتحطينا في الموقف ده، وعندي كلام كتير جدا هتكلم عليه علشان الموقف اللي احنا فيه. يعني احنا اولا اليومين دول بنشوف بعض الامور اللي هي الناس بتحب تشتتنا عن المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي دلوقتي. يقعدوا يطلعوا طبعا شويه اشاعات، يقول لك مش عارف في ناس بتفكر دلوقتي زي الشناوي مثلا ان الشناوي جاي له عرض احتراف، وان الشناوي بيفكر وكل تفكيره ان هو عايز يطلع بره. احنا عارفين الشناوي طبعا حارس كبير جدا، وعارفين ان هو ان ما كانش يعني من احسن الحراس في افريقيا، لا هو احسن حارس في افريقيا، حارس كبير جدا ومقدم موسم متميز جدا جدا السنه دي، وطبيعي انه يعني يجي له عروض من بره، نجم كبير وحارس مصر وافريقيا الاول. لكن الناس بتردد النغمه دي ليه دلوقتي او اليومين دول؟ هي بتحط الشناوي في موقف عشان تخرجه عن تركيزه، وفلوس لنادي الاهلي وفلوس للشناوي. اللي انا عايز اقوله في الفتره دي الجمهور ما يمشيش ورا الشائعات دي خالص. دي يعني ده مثال من ضمن الامثله اللي بتتقال اليومين دول علشان يطلعوا تركيزنا عن الفتره الحاسمه دي. احنا الفتره دي في ضغط غير طبيعي، ضغط غير طبيعي على لعيبه النادي الاهلي، والكلام ده من فتره من زمان، لكن الفتره دي بتزيد شويه الشائعات. هم عايزين يخرجونا عن تركيزنا الفتره دي، خصوصا بعد الماتش اللي فات، خصوصا بعد الماتش اللي فات. يقول لك بقى احنا ندوس عليهم دلوقتي علشان نخلص عليهم. بس احنا لازم جمهورنا يكون واعي جدا كعادته. جمهور النادي الاهلي احنا متعودين ان هو بيفهم الحاجات دي وعارف الحاجات دي، والحاجات دي بتعمل كل سنه. ان احنا مركزين في حاجه واحده بس نتمناها للنادي الاهلي، حسم الدوري ان شاء الله، ان شاء الله يحصل رغم التعادل في المباراه اللي فاتت. لسه 5 ماتشات، الماتش الواحد ممكن يحصل فيه حاجات كتير قوي، والفرق نقطتين بيتعوض في مباراة. فرق نقطتين بيتعوض في مباراة، وده اللي حصل. يعني احنا كنا راكبين الجدول، تعادلنا مباراة، نادي الزمالك كسب مباراة، بقى هو الأول بالفرق نقطتين. حصلت وممكن تحصل تاني، وخمس ماتشات ده كتير قوي. يعني 5 ماتشات ما تعرفش ايه اللي ممكن، ده ممكن تروح وتيجي وتروح وتيجي، وان شاء الله تيجي للنادي الاهلي ويحسم الدوري في النهايه. لكن ما نمشيش ورا الشائعات دي. اول حاجه انا عايز اتكلم فيها.